دكتور عامر الهزيل، هذا الصباح. صباح الخير للجميع، صباح الخير يا رهط، صباح الخير يا كل مدارس رهط، كل بساتين رهط، صباح الخير يا كل طلاب ومعلمين رهط. سنة دراسية 2024-2025 إن شاء الله سنة مثمرة، سنة يعني كلها إبداع وكلها إنتاج وكلها علامات عالية وكلها أخلاق، وإن شاء الله بعيدة عن العنف كل البعد. ايش بتقدم للطاقم التدريسي في مدارس رهط بشكل عام؟ انا اتوجه للطاقم التدريسي بشكل عام ان السنه هذه لابد من نقله نوعيه، تشتغل او تعمل طاقم الدراسي او طاقم التعليمي يشتغل وفقا لخطه مبنيه منسجمه مع خطه بلديه رهط وخطه وزاره المعارف، ونامل جدا انه بالفعل هذه الخطه تطبق في الصفوف وتطبق في المدارس، وبالتالي في ثلاث قضايا أساسية هنا، بكل ما يتعلق بالتميز العلمي، بكل ما يتعلق بدوتنة القيم ودوتنة القيم والمهارات الحياتية ككل، وكذلك الأمر البعد كل البعد عن مظاهر العنف. النصيحة للأهالي في بداية افتتاح السنة الدراسية. المدارس وجهاز التربية والتعليم بدون الأهل زي واحد بيضلع، زي واحد برجل واحدة. نحن بحاجة للأهالي، مدارس وجهاز تربية وتعليم بدون أهالي شيء ناقص كبير. معروف أن البيت له دور حاسم وخصوصا الأم، يعني شاعرنا قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ولذلك دورهم مهم ودور الأم مهم. شكرا لك.